أثر تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع الأخيرة على الأسواق العراقية، حيث فقد المواطنون جزءاً من قوتهم الشرائية في دولة غنية بالنفط، لكن يتفشى فيها الفساد وغياب الرقابة والشفافية. كان ب 120 122 من صار ب 146 أثر على السوق، هسه قام يصعد أكثر، صار ب 158 و 160. اي حاجه تريدها يقول لك الدولار صاعد، طبقه بيض ب 8000، الطبقه بيض ب 8000، الكيلو لحم ب 18000، يابا ليش؟ الدولار صاعد، فاثر على الاقتصاد كله، ومن واقع بها؟ المواطن. تراجع ترددت اصداؤه في جميع اسواق البلاد التي مني النشاط التجاري فيها بحاله ركود شديده في الاسابيع الاخيره. المبيعات مالتنا قلت، قلت لك كنا اذا الورق من كان ب 120 كان 120000، عندنا مبيعات خلص صرفه 60 الى 65%، هسه الورق من 160000 او 157 او 58، مبيعاتنا 20% ماكو، يعني نزلت فد مره، يعني السوق جدا رديء. مواطنون أكدوا أن تقلب سعر الصرف أصاب الأسواق بالشلل، بما في ذلك سوق الشورجة ببغداد أحد أكبر أسواق العراق، وشكل واحدا من أكبر التحديات التي تواجه المواطن العراقي. بالنسبة للدولار أثر على السوق يعني تدريجيا، يعني شلل بالسوق، يعني حركة ماكو، يعني هسه المتبضع من يجي للسوق يلقى الأسعار تختلف عنده، يعني بسبب الدولار، الدولار يعني ارتفاعه، يعني كنا نتأمل احنا من 47 الى ينزل الى 130 120، هسه 158 160، يعني اثر على السوق يعني شلل تام. وبحسب محللين ماليين فان الانخفاض في قيمة الدينار مرتبط بشكل اساس باداء البنك المركزي العراقي وادارة التحويلات النقدية والذي شكل ارباكا في الاسواق. اليوم ارتفاع اسعار الدولار ما تتعلق بمدى القدره الماليه او ضعف القدره الماليه بالنسبه للعراق في قضيه تغيير السعر، القضيه كانت مرتبطه بشكل حصري بالاداء الفني لمؤسسه البنك المركزي فيما يتعلق بادارتها للحوالات. اداره الحوالات، الارباك الذي حدث باداره الحوالات هو اللي شكل نوع من انواع الارباك في الاسواق وسبب اكو طلب متزايد على الاسواق مع انتشار الشائعات. ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق أدى إلى اضطراب الحركة التجارية وأسهم في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية واضطرار المواطن إلى العزوف عن شراء المواد الأساسية، مما يثير العديد من التساؤلات عن أسباب ارتفاع سعر الصرف والإجراءات الغامضة للبنك المركزي.